والدوري اخباره ايه بقى في مصر هنا بالنسبه للهوكي الميداني؟ اوائل برضو اه، يعني اول الدوري رجال اول الدوري والسيدات اول. السنه اللي فاتت مين خد الدوري في الهوكي؟ التصنيع، تصنيع الهيئه العربيه للتصنيع، الهيئه العربيه تصنيع. وبيبقى في ماتشات الدوري قويه برضو، مستويات قريبه. يعني ماتشات معظم الفرق الخمسه الاولى بيتنافسوا، يعني منافسه كويسه وقويه يعني. أيوة. على الدوري العام مين الفرق الجامده في مصر في الهوكي دلوقتي؟ يعني تصنيفا طبعا الشرقيه، شرقية ممكن شرقية الدخان، التصنيع ويجي من وراهم سموحه الشرطة. والشرطه بور فؤاد، بور فؤاد والزمالك. الزمالك بس الزمالك ما بقاش فيه اهتمام باللعبه زي قبل كده يعني. بالظبط. كان زمان ماتشات تبقى جامده، كنت اروح اتفرج عليهم. كابتن عمرو كان بيلعب السنه اللي فاتت في الزمالك. انا كنت والله بلعب السنه اللي فاتت في الزمالك. ومشيت من الزمالك بقى رحت الشرقيه. بالظبط كده. في انتقالات اخبارها ايه؟ يعني قيمه العقود بتاعتكم اخبارها ايه؟ لا يعني ارتفعت. ها؟ ارتفعت. والله؟ يعني عقودهم كويسه؟ احمد مش مقتنع، احمد بيضحك. انت تتوقع عقودته بقد ايه؟ لا انا ما اعرفش. لا يعني انا ما اعرفش بالنسبه للهوكي الاسعار العقود ما اعرفش. لا لا هي العقود ارتفعت كوره يعني. لا انا مش بقارن بالكوره، مش بقارن بالكوره ولا حتى الباسكت ولا الطايره. يعني ما ولا لا يعني اقل يعني اقل منهم. بس بالنسبه للعبه الهوكي في مصر العقود تعتبر يعني، لو خدنا مقارنه كده بالتسع فرق اللي بيلعبوا الشرقيه يجي رقم كام في العقود؟ رقم واحد. رقم واحد. طيب يعني بالنسبه للشرقيه وشرقيه الدخان، بس ده بيرجع لاسباب برضو حضرتك يعني. ان مفيش اصلا الهوكي ملوش سبونسرز، يعني مش زي بقيه الالعاب او بقيه الرياضات في سبونسرز بترعى الالعاب دي او الرياضات دي. احنا ما عندناش يعني. حتى الاتحاد المصري للهوكي نفسه ما عندوش سبونسرز يعني. معظم الاتحادات الرياضيه عندها ناس بترعاهم وناس بتصرف عليهم او بتساعدهم. لازم يبقى فيه اهتمام شويه بالظبط. لا هنا الهوكي، لا الهوكي ما عندوش. حتى على يعني على مستوى اتحاد اللعبه برضو ما فيش. كان عندي زمان صاحب اسمه احمد محفوظ. احمد محفوظ كان حاجه جامده، راح اسبانيا احترف. كابتن بلال ابراهيم وكابتن بلال كانوا اصحابي في نادي الزمالك. ويعني انا فاكر الجيل ده كنت بروح، كانوا بيجي يلعبوا معانا كوره، كنت بروح اتفرج عليهم في ماتشات الهوكي. بس طبعا الهوكي في اوروبا حاجه ثانيه خالص، مختلف طبعا، ارقام ثانيه وكل حاجه.